قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور والصلاة على محمد أنارت للقلب نور نور خير الخلق فينا كأمواج البحور. ثم ذكر مفهوم ما تقدم فقال مفهوم السفر: ولم تكن أسفارهم تنزها لكن لله بها التوجها. يعني الناظم اللي هو الشيخ ابن البنا السرقسطي: ولم تكن أسفارهم تنزها لكن لله بها التوجها، ولم تكن أيضا بلا استئذان للشيخ والآباء والإخوان، ولم يكن ذلك للفتوح أو لامرئ مبتذل ممدوح. إنما لم تكن أسفارهم للتنزه في البلدان أو لكروب الأوطان بل في رضا الرحمن. مش معنى كده يعني إن السفر للتنزه حرام، هو مباح، لكن احنا نتكلم عن أهل الطريق، لازم يبقى فيه نية. أهل الطريق والسالك إلى الله، ما من عمل يعمله ولا خطوة يخطوها ولا كلمة يتكلمها ولا صمت يصمته إلا وراءه نية. كلامه ذكرى وصمته عبرى وصمته فكرى ونظره عبرى. فإذا إيه؟ لازم يكون في نية وراء العمل، لأن مقاصدهم دائرة على الجد والتحقيق والمناقشة والتدقيق. لا ينقلون أقدامهم إلا حيث يرجون رضا الله. يا ولدي لا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله، ولا تنقل قدميك إلا حيث ترجو رحمة الله أو رضا الله، ولا تصحب إلا من يذكرك بالله، ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد به يقينا في الله، ولا تنزل هممهم العالية إلا على الله. يعني همته معلقة بالله لا تتعلق بغير الله تعالى، وإن أخذ بالأسباب ظاهرا ولكن توكله واعتماده على مولاه باطنا دائما. فهمته عالية وليست همة خسيسة، لا يطلب إلا ما يقربه من الحق، ولا إلا ما يوصله إلى معرفة الحق، وما له دون ذلك مأرب، وإلا كانت همته خسيسة. ولا ينقلون أقدامهم إلا حيث يرجون رضا الله، ولا تنزل هممهم العالية إلا على الله، غائبون عما سواه، لا يتوجهون بهممهم إلا نحو الحبيب، ولا يسافرون بقلوبهم إلا إلى حضرة القريب المجيب. لا يسافرون بقلوبهم إلا إلى حضرة القريب المجيب سبحانه وتعالى، بخلاف العامة ولغير السادة أحكام بحساب المغرم والمغنم أنا هسافر هكسب إيه ولا هغرم إيه، هشوف قد إيه، بحسبها بحساب الربح والخسارة. لكن السادة حسابهم على الله حاجة تانية. بخلاف العامة أنفسهم غالبة عليهم وشهواتهم حاكمة عليهم، إن تحركوا للطاعة خوضتها عليهم اللي هي نفوسهم، فأفسدت عليهم نياتهم وأزعجتهم في هوى أنفسهم، تظهر لهم الطاعة وتخفي لهم الخديعة اللي هي النفس. وروي أن رجلا جاء يودع بشر الحافي، سيدنا بشر الحافي، تسمعوا عنه؟ عارفين سيدنا بشر الحافي؟
رضي الله عنه، وكان في بداية أمره عربيدا سكيرا، عشان الواحد ما يستهزاش ويقفل باب الرحمة على عباده. كان في بداية أمره عربيدا سكيرا، وكان في طريقه إلى الحانة للخمارة، فوجد ورقة ملقاة في الأرض مكتوب عليها الله، فأخذها التقطها وعطرها ووضعها في جدار حتى لا تدوسها أقدام المارة، ومضى لسبيله. فرآه أحد الصالحين في المنام، وكأن هاتفا يقول له إن الله عز وجل يقول لك سنرفع ذكرك كما رفعت ذكرنا. فصحي من النوم وداح يدور على بشر ده، فوجده في الايه في الحانة، فاستحيا ان يدخل، استحى ان يدخل، فخرج قال أضغاث أحلام، ده لازم بس ايه ما كانش مغطي كويس. ثم في اليوم التالي رأى نفس الرؤيا، إن الله عز وجل يقول لك سنرفع ذكرك كما رفعت ذكرنا. فراح يدور على بشر، لقى في الحانة، قال لا، هذه أضغاث أحلام. فعاد أدراجه، وفي اليوم الثالث رأى نفس الرؤيا وكأنه تهديد، اذهب إلى بشر وقل له إن الله عز وجل يقول لك سنرفع ذكرك كما رفعت ذكرنا، وإن لم تفعل فعنا بك كذا وكذا. فخرج من توه وذهب ليبحث على بشر، فوجده في الحانة، فدخل عليه وكان من كثرة ثمالته، يعني سكران على الآخر، كان خالعا لنعليه، حافي القدمين. ثم جاء وقال له إن الله عز وجل يقول لك سنرفع ذكرك كما رفعت ذكرنا، فألقى الكأس من يده وخرج حافيا وليا من أولياء الله. يضرب به المثل في الأمة في الصلاح والولاية، بعد ما كان إيه ربنا هدا، وأصبح يضرب به المثل في الصلاح والولاية، ها، وبعد ما كان بيشرب من طينة الخبال اللي هي الخمرة، بقى يشرب إيه من كأس، إيه كأس، من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها المقربون، شربناها إلهية بكاسات سماوية معتقة معبقة مروقة لدنية معطرة محررة من الآثام قدسية، بحان الحب ذقناها بحب الحان عرشية، فلا حس ولا لمس ولا نفس ترابية ذهلنا لما ذقناها وقلنا إنها هي. بعد ما كان بيشرب إيه بقى يشرب إيه، ودي معاني دقيقة. فقال أن رجلا جاء يودع بشر الحافي رضي الله عنه عند مشيه للحج، ده بشر ده اللي كان تشوف بقى إيه، فرجل جاي يودعه ورايح يحج، وقال قد عزمت على الحج أتأمر بشيء؟ هو الرجل رايح يحج، فرايح يشوف بشر، فقام سيدنا بشر قال له إيه هو رايح يحج، كم أعددت للنفقة؟ دي أحكام الظاهر، إنك تسافر حج أو كذا لازم تبقى عامل حسابك. فقال 2000 درهم. فقال له بشر أي شيء تبتغي بحجك، نزهة أم اشتياقا إلى البيت وابتغاء مرضات الله؟ قال ابتغاء مرضات الله.
قال: فإن أصبت رضا الله تعالى وأنت في منزلك وتنفق 2000 درهم وتكون على يقين من مرضات الله، أتفعل ذلك؟ يعني إيه رأيك لو أنت نلت مرضات الله، ها، وأنت قاعد في بيتك وتنفق 2000 درهم دولت لله تعالى، بس تكون على يقين إيه من مرضات الله، تفعل ذلك؟ قال: نعم. قال: اذهب فاعطها 10 أنفس مدينا، روح بقى فرق ال2000 درهم دول ايه على 10 نفوس، 10 اي من الناس، مدينا يقضي دينه وفقيرا يرم شعثه يبغي يعني، ومعيلا يجبر عياله، ومربي يتيم يفرحه، وإن قوي قلبك أن تعطيها لواحد فافعل. مش كنت تقدر تديها لواحد بس، ها، يكون يعني محتاج كل ده، فافعل. فإن إدخالك السرور على قلب امرئ مسلم وإغاثة لهفان وكشف ضر محتاج وإعانة رجل ضعيف اليقين أفضل من 100 حجة بعد حجة الإسلام، اللي هي الحجة الزيادة يعني بعد حجة الإسلام اللي هي الفرض، فأي حج بعد ذلك يكون إيه؟ نافلة، فده أفضل من إيه؟ من 100 حجة بعد حجة الإسلام. قم فاخرجها كما أمرناك، وإلا قل لنا ما في قلبك. وبقى طلعها لله زي ما قلت لك كده، ولا قل لي اللي في قلبك إيه؟ قال: يا أبا نصر، سفري أقوى من قلبي. راجع في كلامه قال له: بس يا إيه يا سيدنا، يعني شهوتي للسفر أقوى من إيه؟ من قلبي. ما هو أصل القلب حق، يبقى إذن سفره هنا شهوة. فتبسم بشر وأقبل عليه وقال له: المال إذا جمع من وسخ الشبهات والتجارات اقتضت النفس أن تقضي به وطرا. فلما قضى زيد منها وطرا، يعني نصيب، يعني كلها نصيب، يعني تسرع إليه بظاهر الأعمال، تسرع إليه إيه؟ بظاهر الأعمال الصالحات، وقد آل الله على نفسه ألا يقبل إلا عمل المتقين. وقد آل الله على نفسه ألا يقبل إلا عمل إيه؟ إلا عمل المتقين. وقال أبو الحسن أي الشاذلي رضي الله عنه: إذا أكرم الله عبدا في حركاته وسكناته نصب له العبودية لله، وستر عنه حظوظ نفسه، ستر عنه حظوظ إيه؟ النفس، لأن النفس لها حظوظ خبيثة زي ما شفنا، اللي تقبل الرياء بالموت وبعد الموت، اللي هو أهم حاجة أنا رحت حج، نصب له، إذا أكرم الله عبدا في حركاته وسكناته نصب له العبودية لله وستر عنه حظوظ نفسه. يعني اللي ربنا بيحبه ويكرمه يقوم طول ما هو ماشي يتحرك كده في كل عباداته ومعاملاته، العبودية قدامه إنه كل حاجة لله، وحظوظ النفس دي سترها عنه مخفية، مش شايف إلا الحق، رضا الحق، الله مقصودي ورضاه مطلوبي، مش عاوز غير كده، وهو ماشي بيتحرك همه إيه؟ رضا الحق. حظوظ نفسه إيه؟ هو مش شايفها. إذا أكرم الله عبدا نصب له في حركاته وسكناته نصب له العبودية لله وستر عنه حظوظ نفسه، وجعله يتقلب في عبوديته، وجعله يتقلب في عبوديته، والحظوظ عنه مستورة مع جري ما قدر له. وسبحانه وتعالى ما قدر له يكون، ما قدر يكون داعي الهموم، ولا يلتفت إليها كأنه في معزل عنها، مش ملتفت لحظوظ نفسه،
الذي قدره له سوف يجري. وإذا أهان الله عبدا في حركاته وسكناته نصب له حظوظ نفسه وستر عنه عبوديته، فهو يتقلب في شهواته وعبودية الله بمعزل عنه. والعبودية هنا مش العبادات بس، ليست العبادات فقط، كيف تكون حركاتك وسكناتك ومعاملاتك وأخذك وعطائك وقبولك وردك وابتسامتك وحزنك أن يكون ذلك لله، حتى طعامك وشرابك وحتى متعتك ولذتك كيف تكون لله؟ هنا تكون كل ذلك عبادة. أما أن تتحول العبادة إلى عادة، المشكلة إيه؟ إن إحنا حتى المفترض أو الأفضل أن تكون العادة عبادة، عادتنا ها في طعامنا في شربنا في سفرنا أن يكون لله، يبقى عبادة. ما بالك بالعبادة مفروض تكون إيه؟ هي أولى، معاملة الحق إيه؟ بحسن العبادة اللي فيها الإخلاص والإقبال على الله وتحقيق القصد وتصحيح النية. طيب إيه رأيك لما العبادات بتاعتنا بقت عادة؟ لما أدخل في الصلاة كده ها وأهو أتعودت إن أنا أصوم، أدي إحنا تعودنا، بزكي، أين النية؟ أين استحضار النية؟ أين يقظة القلب؟ أين التعمق والتمعن والتأمل في هذه المعاني من العبادات حتى يتحقق القصد وتصحح النية لله تعالى؟ وإذا أهان الله عبدا في حركاته وسكناته نصب له حظوظ نفسه وستر عنه عبوديته، فهو يتقلب في شهواته وعبودية الله بمعزل، وإن كان يجري عليه شيء منها من الظاهر، يعني العبادة شيء ظاهر فقط. قال: وهذا باب من الولاية والإهانة. يعني الأولان باب من الولاية اللي هو يخلي باله من تحقيق القصد والنية، والتاني باب من الإهانة اللي هو الغفلة عن القصد والإيه والنية، وأن ينظر إلى حظوظ نفسه لا إلى إيه حقوق ربه. وأما الصديقية العظمى والولاية الكبرى فالحظوظ والحقوق كلها سواء عند ذوي البصيرة، لأنه بالله فيما يأخذ ويترك. الولاية الكبرى إيه؟ إن الحظوظ والحقوق كلها إيه؟ سواء عند ذوي البصيرة، لأنه استغرق في مشاهدة الحق عن رؤية الحظوظ هل هي لله أو هي لنفسه. لأن إيه؟ هو مستغرق في عبودية الله على سبيل المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، ومن شهد الحق يستحيل أن يشهد معه سواه، فهو مستغرق في مشاهدة الحق فلم يعد يرى، وإنما هو أصبح لم يعد يرى أن أعماله لله أو أن أعماله لحظوظ نفسه، وإنما شغله ربه عن نفسه، فهو لربه بربه، فهو سائر إلى الله، وهو أصبح بالله لا بنفسه، فهو ملوش دعوة. المسألة بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. وجبت؟ طيب. وإنما لم تكن أسفارهم بلا استئذان الشيخ والآباء، لأن الشيخ بيقول إيه؟ ولم تكن أسفارهم تنزها لكن لله بها التوجه. أدي أول حاجة اللي هو إخلاص النية. ولم تكن أيضا بلا استئذان للشيخ والآباء والإخوان. والاستئذان باب كبير مهم فيه فوائد كثيرة، فلولا أن الله عز وجل قد أذن لنبيه ما بلغت دعوته، ولولا أنه أذن لإبراهيم ما وصل آذانه إلى الآفاق، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا،
وتجد معنى الأذان والآيات اللي في القرآن على الأذان كثيرة، وهذا باب من الأدب عظيم تركناه وراء ظهورنا. إن شاء الله إن كان في العمر بقية نتحدث فيه إن شاء الله. ونستغفر الله من كل قول وعمل أردنا به وجهه فخالطنا فيه ما ليس له، وصلي الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور.